مولد الجدي بيطل على شهر شمسي مهم جدا، بيحمل لك مرحلة استثنائية والكثير من النجاح والمفاجآت الحلوة والأخبار السارة والنشاطات المهنية اللي بتتعلق بالتواصل مع الآخرين. تحت تأثير الكواكب مجتمعة ببرج الثور الصديق، هالأمر بخليك توسع دائرة أعمالك وتستفيد من هالمرحلة المناسبة للقيام بمشاريع ومبادرات مهنية جديدة. بتتلقى مفاجأة حلوة وعروض مغرية وارتقاء شخصي. البداية وجود الأمر الجديد بالثور ما يعني أنه ببشر بأفاق جيدة ومناسبة على كافة الأصعدة، دراسيا، صحيا، مهنيا، شخصيا وحتى ماليا. فترة ممتازة لتسوية الأوضاع واتخاذ القرارات الصائبة والانطلاق بمعنويات قوية وثقة بالنفس. بتابع تيار الحظ وبتستفيد أضعاف الحظوظ نهار الأحد والتنين مع انتقال القمر للجوزاء. بيحمل لك عرض على طبق من فضة أو مفاجأة غير متوقعة. بتطل على فترة مباركة ما يعني عندك أخبار سارة بتتعلق بالشغل والدراسة وأجواء رابحة ماليا، وفترة ساحرة صحيا بتحمل لك هدية أو مفاجأة بتتعلق بولادة طفل بالعائلة أو بحمل بطفل جديد أو أرباح غير منتظرة. بتتبدل الظروف مع انتقال القمر للسرطان إلى جانب المريخ بين الثلاثة والخمس ثلاث أيام معقدين من البيت السابع ببيتك العائلي بعقر دارك. بيتحدثوا عن تغيير جذري بيحصل بحياتك الشخصية، بتلتبس عليك الأمور وبيكون عندك انقلابات ومفاجآت غير سارة. تغيير، تأخير، تأجيل، مشاكل، كل هالأنواع رح تكون واردة. من الضروري أنك تكون هادي وتتجنب قلب المواقف بالدقيقة الأخيرة. تختفي الشكوك وبتكون عم بتقوم بأعمال جيدة برفقك الحظ. نهار الجمعة مع دخول القمر للأسد يلي بشكل مربع فلكي مع الشمس من برج الثور بيكون نهار حلو بتفرح خلاله بمناخ جيد بالشغل. عاطفيا بيدعمك كوكب الزهرة من برج الجوزاء بالحماس وبيمنحك الطاقة اللازمة حتى تحقق مختلف أهدافك. بترتبط بصداقات وتحتفل بلقاءات مميزة بهالأسبوع الناشط المثالي يلي بيعني تجديد للعهود، حب، تفاني للشريك. أما العازب رح يرفع هالأسبوع من أماله وفرصه حتى يتعرف على أشخاص مصرين للاهتمام، ممكن يلتقى بالحبيب وتتوالى المفاجآت طيلة هالأسبوع.